كريم والساده ممثلي وسائل الاعلام، اطارات اللي راهم معنا في هذه الجوله ان شاء الله المكوكيه اللي رانا عولنا ان شاء الله اننا نزوروا فيها كل الجزائريين والجزائريات في كل مكان، باش نعرضوا عليهم برنامجنا برنامج الفرصه، باش ندعيوهم انهم يصوتوا علينا يوم 7 سبتمبر ان شاء الله من اجل ان نجعل لبلادنا فرصه. وحنا معليش انا خاطف الجمهور، انتم راكم معايا كل يوم، راكم تتبعوا فيا في كل مكان، انا نهضر مع الجماعه هذو قلنا نقدموا شويه باش نهضروا معاكم، انتم رانا نهضروا مع بعض، راكم معنا في التجمعات في الاماكن ان شاء الله، دوركم راه كبير باش توصلوا صوتنا لكل الجزائريين والجزائريات ان شاء الله. قلت اننا احنا هذه الولايه ولايه نقدروها ونحبوها ونحبوا اهلها ونحب ونعرفوا دورها التاريخي ونعرفوا مكانتها ونعرفوا قيمتها الاقتصاديه ونعرفوا قيمتها السياسيه ونعرفوا تاثيرها، ولذلك ما قدرناش نفوتوا منا وما نفوتوش لولايه سكيكده، لان عندنا في سكيكده رجال ونساء اللي يعتقدوا اننا كمترشحين نقدروا نكونوا ضمن طموحهم وضمن الفرصه اللي راهم يحوسوا يقدموها للبلاد. ولذلك احنا زرنا سكيكده وقرينا الفاتحه على المقام تاع زيغود يوسف، ومشينا في شارع سكيكده وشوارع سكيكده باش نتكلموا مع المواطنين تاع سكيكده، وجينا فتحنا هذه المداومه تاع مديريه الحمله الانتخابيه اللي ان شاء الله رايحه تسهر وتشرف على انها توصل برنامجنا وتوصل اوراقنا وتوصل صوتنا وتوصل دعوتنا لاهل سكيكده كامل، باش ينصرونا في هذا المسار ان شاء الله، باش يكونوا معنا في هذا المسار. برنامجنا راه فيه فرصه للجميع، فرصه للشباب، فرصه للنساء، فرصه للمتقاعدين، فرصه للعمال، فرصه للمجاهدين، فرصه للنساء، فرصه لكل الطبقات الاجتماعيه تعاني. هذا برنامجنا راه فرصه باش نخلصوا فيه البلاد من الاخفاقات اللي عرفتها في المسارات السابقه، باش نخلصوا فيه البلاد من المشاكل تاع الفساد اللي ما خلاتش البلاد تتطور، باش نعاودوا نستدركوا الفجوات اللي راها في التنميه. كي نشوفوا ولايه كيما ولايه سكيكده، ولايه بتروليه، ولايه فلاحيه، ولايه جبليه، ولايه ساحليه، عندها الخير من كل جهة، من البحر، من البر، من الجبل، من الغابة، من الأراضي الفلاحية، ولكن من ناحية التنموية ما زالت تعاني. ما يمكنش الولاية كما هذه بهذه المقدرات وبهذا التاريخ تبقى تعاني. احنا برنامجنا فيه فرصة باش نستدركوا هذه النقائص، باش نرجعوا التوازن في التنمية والتوازن في توزيع الثروة والتوازن في العدالة الاجتماعية بين كل الجزائريين والجزائريات. أنا نقول لكم إخواني أخواتي، بارك الله فيكم على هذا الاستقبال، وإن شاء الله تكون فرصة كبيرة أن نقدموا لكم برنامجنا، وأن تكون فرصة كبيرة أن نشرحوا لكم الوضع اللي راه فيه البلاد، وأنا حابين نوصلوا بالبلاد حتى تولي الدولة صاعدة إن شاء الله، حتى تولي الدولة عندها دورها في الساحة الدولية وفي الساحة الإقليمية، وأن مواطنينها إن شاء الله آمنين من الخوف من الجوع إن شاء الله.